مش جديد، الستار الصناعي موضوع قديم، ابتدى في الدنيا كلها من سنة 34، 1934. روسيا عملت معهد اسمه معهد الأمطار الصناعية، وبعديهم ألمانيا سنة 47 أجرت أول تجربة للاستمطار الصناعي في الدنيا. في الحقيقة الاستمطار الصناعي عدى بثلاث مراحل أو ثلاث أجيال زي ما بنقول. الجيل الأولاني ابتدى من سنة 34 وحتى نهاية التسعينات. الجيل ده كان بيعتمد على فكرة واحدة مالهاش تاني، طيارة تطلع فوق السحاب ترش مواد كيماوية تسبب تحلل للسحابة فتنزل المطر. كان فيها ميزة ان كمية المطر بتنزل كتيرة، لكن كان فيها عيوب ان المطر في اوقات كتير جدا بتنزل ملوثة كيميائية نتيجة المواد الكيماوية اللي بتترش. من بداية الألفينات ابتدى الجيل الثاني من المحطات الاستمطار الصناعي، فكرة وجود محطة أرضية. يعني محطة أرضية تبعت ليزر، تبعت مايكروويف، تبعت إلكترونات، تبعت يعني تكنيكس كتيرة قوي. إلا إن هذه الجيل الثاني أو المحطات من الجيل الثاني دوت تميز بحاجات وعابوا حاجات عكس الجيل الأولاني. ميزة كفية ان هو بقت الامطار تنزل غير ملوثة كيميائيا. انا بصور حضرتك معاك، انا متابع. الامطار تنزل غير ملوثة كيميائيا، لكن بقت تنزل بكميات اقل من الجيل الاولاني. لحد في الحقيقة سنة 2011 ابتدى الجيل الثالث من محطات الاستمطار الصناعي اللي احنا بنتكلم بقى مشروع اللي بنتكلم فيه دلوقتي. من 2000 وكام يا فندم؟ ايوه انا عملها رسالتين. مفيش مشكله. تمام. مش بص تاني. الجيل الثالث ده ابتدى من سنه 2011. شركه استرالي عملت محطه تجمع المستين اللي هم في المحطه في الجيل الاولاني والجيل الثاني. ميه تنزل غير ملوثه كيميائيا وبكميات كبيره. بالفعل استراليا او الشركه الاستراليه دي عملت 10 محطات من المحطات دي، وراحت في منطقة جنوب شرق أستراليا اسمها أدلت، نشرت العشر محطات دولت. المنطقة دي منطقة جفاف، كانت منطقة حرايق ومنطقة صحراوية كلها كانت حالتها ظروف جوية فيها صعبة. العشر محطات دول نزلوا كميات أمطار تسببت في زراعة ما يقرب من حوالي 7 مليون فدان. الله ينور. طبعا الموضوع ما بيغيبش عن المنطقة العربية عندنا. تجربة الإمارات. لا، قبل تجربة الإمارات. أيوة. أول دولة استعانت بالموضوع ده كانت سلطنة عمان. سلطنة عمان في 2013 بعتت جابت 4 محطات من المحطات دي. أيوة. وجت راحت على آخر حاجة في الإمارات اللي هي العين. أيوة. وبعد العين تيجي في عمان منطقة اسمها صحار. أيوة. منطقة بتاع صحار دي لحد مسقط على الخليج كلها سلاسل جبال. أيوة. فراحت حتى ال4 محطات دولت على قمم الجبال ديت. أيوة. وبدأت تزودهم تدريجيا من 2013 لحد 2018 اللي فات ده، في ديسمبر اللي فات المحطة رقم 11 و12 ريكو تسببت بهذا. أيوة. وحفرت في قلب الجبال دي مسارات. أيوة. بحيث المطرة اللي تسقط تتجمع كلها فيما يشبه النهر. أيوة. النهر ده تسبب في زراعة حوالي 5 مليون فدان. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. أنا على العموم بسجل متواصل وهبعته لحضراتكم يعني إن شاء الله. زرعت بيها سلطنة عمان حوالي 5 مليون فدان. أيوة فهم. في الحقيقة التجربة برضو ما تغيبش عن الإمارات. أيوة. الإمارات خدتها. أيوة. جابت جهاز، بس للأسف تم تجربته بطريقة سيئة شوية. راحوا في قلب أبو ظبي اللي هي المدينة الزحمة، وراحوا جربوا وعملوا سويتش أون كده مشغلين المحطة، في لحظة ففوقوا بسيل من الأمطار وفيضانات دمرت مطار أبو ظبي. تقدروا تخشوا على اليوتيوب بسهولة قوي، يكتب كده فيضان أبو ظبي 9 مارس 2016. ما شاء الله عليك. أيوة. لكن أيوة. يعني ايوه الحادثه مشهوره. أيوة. الحادثه مشهوره جدا. أيوة. بقت تشيل الطيارات من على الارض. الطيارات مسابت. أيوة. تشيل من على الارض. ايوه طبعا الامارات راح تقفل على الجهاز وحط في قاعده عسكريه وممنوع حد يشوفها. حتى حاولت ان انا اروح ان شاء الله بس ابص عليه من بعيد كده فاتمنع، يعني ممنوع على طريق اصدقائي. أيوة.
المهم ان احنا انا ومجموعه معايا مجموعه من الدكاتره اما عرفنا المعلومات دي بدانا ندرس الجهاز ده. ايوه الجهاز ده بدانا نشوف الديزاين بتاعه. طبعا الديزاين الشركه ممنوع طبعا انك تعرف حاجه عنه الا ان بدانا نجمع المعلومات من كل المصادر الممكنه. أيوة. الريبورتات البيبرز العلميه الابحاث العلميه اللي اتنشرت في الكلام ده تقريبا بنسبه 100% وصلنا للتصميم الكامل بتاع الجهاز. عرفنا التصميم ده شكل كده الفيديو ده مش هزيان ما تزعش براحتك. لا 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 بالاضافه اتشرف بيك يا الله يخليك والله التصميم الكامل ده احنا زودنا عليه. خاف عليك يا دكتور الله يخليك. يعني مثلا هو قدرته الجهاز ده او المحطه دي الاسترالي دي قدرتها 500 واط. ايوه احنا وصلنا بيها 1600 واط 3.2 مره قد المحطه الاسترالي. أيوة. لها قوه اكتر منها. أيوة. المحطه بتاعتهم ثابته احنا عملناها متحركه. حلو. طب هتقول لي ليه متحركة؟ هقول لك لسبب بسيط لان انا اللي عملناه في المحطة ديت او الديزاين ده هيخلينا المحطة الاسترالي كانت بتعتمد على حاجة. أيه. انه بيجي يثبتها في مكان. أيه. والمكان ده مفتوح المطرة تنزل زي ما تنزل هتزرع الارض دي كلها وخلاص. ايوه أيه. احنا لا احنا عاملينه بطريقة بحيث ان حضرتك عايز تقول لي انا عايز انزل المية في قلب الكوباية دي دلوقتي. ايوه اقول لك خد الجهاز تبقى بالظروف الجوية اللي موجودة دلوقتي. يعني احنا هنناقش بعد كده تجربة الصين بقى في اللي هو استهداف المكان والزمان. ايوه 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 فندم مع عليك مع عليك. ايوه فندم طبعا. ايوه الصين دي لها تجربة اقوى مننا بكتير انا هقول لحضرتك عليها. طيب انا استاذن حضرتك بس ابقى اخطفك بعد اللقاء. لا فحضرتك هتقول لي عايز انزل الميه في الكوبايه دي دلوقتي. هقول أيوه. لحضرتك طبقا بالظروف الجويه طبعا مش انا اللي هقول في جهاز كمبيوتر. أيوه. هو اللي بيقول بالكلام ده واجهزه قياس موجوده معاه والارصاد الجويه. أيوه. ارصاد جويه هتقول لك الظروف الجويه المتاحه دلوقتي كذا. أيوه. اسحب الجهاز ده حطه في اكس وواي كذا في الجي بي اس. أيوه. استنى بعد 10 دقائق او ربع ساعه الميه هتنزل لك في الكوبايه. ممتاز ممتاز. يبقى اصبح عندنا مقدره على التحكم في مكان نزول الامطار دي. تمام. أيوة في الظروف الجويه بتاعه البلد دي او المكان ده في المكان. تمام كويس. وشاور بقى الحته اللي انا عليها الدكتور اشرف ديت الصين لها تجربه سابقه في عمليه توجيه السحاب. ايوه وابسط مثال على كده من حوالي سنتين تقريبا حصل جفاف في كمبوديا. ايوه وكمبوديا استنكدت بحكومة الصين. أيوة فالصين وجهت لها السحاب واستمطرته هناك. تمام. فكمبوديا وحكومة كمبوديا وايام تنظيم الاولمبياد يا فندم. ايوه ايوه طيب 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 نزل حكومة كمبوديا بعتت شكر رسمي شكر حكومي. أيوة. رسمي لحكومة الصين انها ساعدتها في الجفاف دوت. تمام. ايوه فندم. تمام. حاجة تانية الصين عملتها ان اثناء الاولمبياد بتاع بكين. تمام 2007 2007 2008 2008 كانت عايزه الشهر بالكامل يبقى السماء بتاعت بكين نظيفه ما فيهاش امطار فاستمطرت كل السحب اللي موجوده من قبل عن طريق توزيع اعياد معينه من ماده السيلفر ايودايد. أيوه. على الناس تحطها زي عواد البخور كده فوق البيوت. أيوه. واثناء فتره الدوره نفسها بعدت السحاب كله اللي جاي من قبل ما يوصل بكين لمنطقه صحراويه ثانيه عشان يستمطر فيها هناك. أيوه. فدي الصين تقريبا نص زراعتها ايوه بالستار صناعه. ايوه فهمت. الصين تقريبا 60 مليار متر مكعب ميه سنويا بيجي عن طريق الاستخدام. قد حصه النيل حصتنا في النيل تقريبا. ايوه ايوه فهمت. هي بتجيبه عن طريق الاستخدام. احنا حصتنا 55 مليار. ايوه انا لسه بسجل عزت بيه. ماشي مشكله. ما يهمكش التسجيل معايا. اتفضل يا فندم. طبعا تمت الدراسات دي كلها. ايوه. طبعا الموضوع ده عشان نبداه صح هو بيمر بثلاث مراحل. ايوه احنا دوبك بنشتغل في المرحله الثالثه. تمام. المرحله الاولى دي قصره على ناسا فقط. أيوة. وكانت ناسا الفضاء عمليه خلق السحاب. ايوه ايوه فندم. انها من الميه المالحه. أيوة. تقدر تخلق السحاب. ايوه فندم. ايوه المرحله الثانيه اللي هي توجيه السحاب ودي بتتحكم فيها اكتر دوله في العالم الصين.
أيوه. المرحله الثالثه استمطار السحر، دي اللي احنا بنتكلم فيها. انا بتكلم في الاستمطار فقط لا غير، وده اللي متحكم فيها كذا دوله في العالم. يعني عن الكلام ده عادي جدا، ده في دول عربيه ودول افريقيه. 2016 او 2017 تقريبا الاردن بدات تخش في القصه دي بعد النزوح بتاع السوريين للاردن مخيمات. طبعا عالميا ان حصه الفرد من الميه 1000 متر مكعب سنويا. ايوه الاردن افقر دوله في رواج الارض، كانت 150 متر تقريبا في السنه، يعني بتعتمد على الامطار فقط. بعد نزوح السوريين لا نزلت الحصه دي لحوالي 80 او 90 متر مكعب في السنه الفاضله. نعم نعم. فبدات تلجا لطرق الاستمطار الصناعي. طيب تيجي بقى النقطه الثانيه بعد كده، التكلفه الكوست بتاع الكهرباء. ايوه على حد معلوماتنا ان اول محطه بعتها الشركه الاسترالي لسلطنة عمان كانت بتتكلف 11.5 مليون دولار للمحطه الواحده، الجهاز الواحد. نعم. ومع نجاح التجربه وما زاد اخر محطه بعتها ب 32 مليون دولار. نعم. زادت الفلوس. انا يعني انا عملت لك بقى اللي انت عايزه خلاص. نعم. كويس. لو هقطع حضرتك يا دكتور وحيد، لما نيجي نقارن الاستمطار الصناعي بالطريقه دي مع الار او زائد البي في اللي هي بتصل الى 2 سنت للمتر المكعب، سيبها حضرتك دلوقتي. طيب حاضر حاضر هنحسبها. احنا المحطه بتاعتنا انا بقول الشكل بس. لا لا بتنجحش. طيب زي ما انت عايز. المحطه اللي احنا بنعملها تكلفتها 5 مليون دولار. 5 مليون دولار. ايوه انا هفترض مع حضرتك تمام. ايوه ان انا المحطه دي هجيبها، طبعا هي اللايف تايم بتاعها بيوصل لحوالي 20 سنه. تمام كويس. انا هفترض ان المحطه ديت هنجيبها سنه واحده وهنرميها في التراش بقى. تمام خلاص. تمام. طيب احنا الاجهزه ال20 او ال22 ال10 للرجل في استراليا وال12 للرجل في سلطنه عمان بيتعمل لهم رصد سنوي لكميات الميه اللي بتتسبب في نزولها كل محطه. تمام. اقل محطه في المحطات دي كلها لقوها بتنزل حوالي 48 مليون لتر مكعب ميه سنويا، اقل واحده. تمام. في حاجات وصلت ل 230 و240 متر مكعب، مليون متر مكعب ميه في السنه. تمام. طب انا هفترض ان انا هجيب المحطه دي ب 5 مليون دولار، يعني حوالي 85 مليون جنيه مصري. وهفترض ان انا مش هستخدمها غير سنه واحده فقط لا غير. احنا كده بنتكلم في، هفترض ان انا هتكون اقل محطه من المحطات اللي نزلت كميات ميه اللي هي 48 مليون متر على سبيل المثال. يبقى تكلفه المتر الواحد اقل من 2 جنيه 10 سنت. طب تعالى بقى لو المحطه عاشت معاك 20 سنه. تمام. يبقى المتر المكعب ميه ببلاش حوالي 10 سنت. تمام 10 سنت 10 قروش. خلي بالك ميه نظيفه، ميه نظيفه. استخدم الار او او التحليه دكتور الثانيه. طب عشان نشرح الار او، الار او هي الريفرس اوزموزيس عشان البتاع هي بالنسبه للجهاز اللي هو الكميه، كميه المياه قد ايه، والميه دي تقدر تزرع قد ايه من الافدنه، عدد الافدنه. هنا بقى هتعتمد في الدولة، هتعتمد على حاجة مش بتاعتي أنا. تمام. أنت كدولة هتستفاد بالمحطة دي إزاي؟ تمام. يعني هتستفاد بالمية دي إزاي؟ أنا دوري بس إن هشغل لك الجهاز ينزل لك مية. مية. أنت بقى هتخزنها إزاي؟ تمام. هتستخدمها في إيه؟ تمام. شغلك أنت. تمام. لك أن تعلم إن حصتنا من النيل 55 مليون. تمام. متر سنوي. تمام. طيب. يعني انت ممكن تعمل نيل تاني جديد بطريقه الدكتور وحيد. أيوة. عندي بقى مقترح. أيوة. نيل جديد. عندي مقترح الحته دي. عندي مقترح احسن من النيل الجديد ده. اتفضل. احنا عندنا الامطار في مصر، مصر طبقا لتقرير منظمه الفاو 2016 بيعدي عليها سحاب سنويا شايل حوالي 500 مليار متر مكعب ميه. 500 مليار. ايوه تمام. اللي بيسقط منها حوالي 50 مليار. أيوة. 10% 10% اللي احنا بنستغله منها 1.3%. ايوه انا اقول لحضرتك حاجه. كان في مواجهه مع النائبه المحترمه ناديه هنري على موضوع الشح المائي والفقر المائي. قلت لهم لا احنا ما عندناش شح مائي، احنا عندنا نقص خبره وسوء اداره موارد. انا يعني كلام حضرتك ده بقى يثبت ان مصر. ايوه كملت الكلام ده. ايوه اتفضل يا فندم. احنا مناطق سقوط الامطار فين؟ مناطق سقوط الامطار عندنا الساحل الشمالي 20 30 40 كيلو كحد اقصى.
صح؟ وبعدين بتتناقص فرصة سقوط الأبطال ليه؟ لأن السحاب بيخف فبيبدأ يرتفع فوق فبتقل فرصة سقوطه كأبطال. نعم. لكن المناطق اللي بيكون فيها قريب من الأرض من 400 ل 800 متر من سطح الأرض يبقى جاهز للسقوط فيها في المنطقة بتاعت 40 كيلو. أيوه. طب حضرتك لو رحنا للمنطقة بتاعت منخفض الأبطال، أنت منخفض الأبطال عندنا طول تاريخنا من أيام الملك فؤاد وأنت بتفكر ما عندكش غير فكرة واحدة. أيوه. تجيب المية المالحة عشان تنبيها في قلب المنخفض. اه في منتهى الخطورة. ودي تعمل لك خلل بيئي رهيب جدا. أيوه. فكرة في منتهى الخطورة. المية الجوفية بتاعتنا. تمام. اللي هو مصر هتعيش بيه. تمام. حضرتك بتتكلم على الخزان النوبي ولا احنا؟ أيوه. أيوه فاهم. كويس. أيوة. أيوة. فانت لما حد يقول لك في مشكله مصر ميه نجيب ال ايوه فانت عندك منخفض القطاره بيبعد عن الساحل الشمالي مسافات تتراوح من 80 ل 140 كيلو. ايوه فاهم. ارتفاع الهضبه بتاعته 134 متر تحت الارض. ايوه فاهم. فانت لو حضرتك وبعدين 80 كيلو بيبعد عن الساحل الشمالي فخلاص فرصه سقوط الامطار بقت قليله. نعم. أيوة. بس السحاب ابتدى يرتفع بس انت ممكن بالمحطات بتاعتنا تديله تحفيز ويسقط الأمطار تسقط في الحتة دي. أيوه في المنخفض ذاته. بالظبط كده. أيوة. لو حضرتك حطينا الأجهزة دي على شفا أو فهمت يعني 34 متر. أيوة. هتيجي السحب اللي هي خلاص بقت فرصة إن المطرة تنزل فيها قلت. أيوة. هتعدي على الأجهزة دي تديها تحفيز فالمية تنزل لك في قلب المنخفض بقوة. تمام. بركة كبيرة جدا. أيوة. تمام. تقدر تعمل بيها بحيرة كبيرة جدا أكبر منخفضات العالم. أيوة فن. تقدر تعمل بيها تنمية عمل التنمية اللي انت عايزها. أيوة. تقدر تقيم عليها مدن. تقدر تعمل بيها زراعات. تقدر تعمل بيها مزارع سمكية. تقدر تعمل. أيوة. كل اللي انت عايزه. أيوة. المنخفض دلوقت. أيوة. أيوة. وتبقى عندنا بعد كده هدف تاني بعد كده ان انا ازاي اكتر السحاب دوت عن طريق توليد السحاب بعد كده بقى أنا... أيوه. 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 فدي كل دي حاجات مستقبلية. لكن الأمر تعالوا نعمل بس المحطة دي. أيوة. تمام. أيوة. نشوف. أيوة. نشوف وربنا يصل لنا الحال. أيوة. بإذن الله. عشان لما ييجوا في وزارة الري وفي مجلس الشعب ويقولوا مصر عندها فقر مائي. لا مصر لا. أيوة. باش. 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 مصر عندها فقر مائي. سوء إدارة موارد. أيوة. وناس ما عندهاش خبرة في أي حاجة. خلاص. الله يبارك لك. أيوة. الله يخليك. طيب. طبعا أي استفسارات تانية ديتيلز كتير قوي أنا بختصر في الوقت على بعض. الله يبارك لك يا دكتور. شكرا جدا. نفخر بحضرتك دكتور وحيد. الله يعزك يا فندم. شكرا جزيلا.